استأنف بالأمس نادي التعاون حصته التدريبية بعد خسارته القاسية في ديربي القصيم. يبحث الفريق عن فوز ثمين يفتتح فيه مشواره في مواجهته القادمة أمام الاتحاد الجمعة المقبلة لحساب الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. سكر القصيم أنهى موسمه الماضي في المركز الرابع على مستوى الترتيب، لكن هالموسم الأمور لا تسير وفق المأمول. 5 جولات لم يحقق التعاون فيها أي انتصار سوى نقطتين حصيلة تعادلين. كبيرة بين الموسمين، في تغير في الأجهزة أكيد الفنية بين الموسم الماضي والموسم الحالي الحين بالوقت الحاضر. التعاون خرج من خسارة يعني موجعة بالنسبة للتعاونيين من كأس الملك، وكان يعني هو المرشح الأكثر، وكانت الظروف مهيئة للتعاون أكثر يمكن من يعني اللي حقق الكأس الفيصلي، ومع ذلك التعاون خسر، وهذه الخسارة بالتأكيد أنها موجعة بشكل كبير ولها يعني انعكاسات. بالنصيب الأعلى من عدد المحترفين بدأ التعاون موسم الحالي، إلا أن ذلك لم يكن كافيا للخروج بالفوز في المباراة الأولى أمام الحزم. هذه خطيرة للحزم، ولا جول يمر، فخرج بنقطة بعد التعادل معه ب3 أهداف لمثلها. أما في مباراته ضد الهلال فخرج بالخسارة مخيبا لآمال جماهيره، وبالرغم من أن توامبا الذي سجل 66% من أهداف فريقه قدم أفضل ما عنده، وهذه الخسارة أطاحت بمدرب الفريق البريطاني نستور المايسترو من مقعده، وأتت بالقديم الجديد البرتغالي جوزيه غوميز كمدير فني للفريق. أنا أعتقد أن التعاون حقيقة أقول لك صراحة تأخر كثير في إبعاد المدرب المايسترو. دائما احنا ندرك تماما جميع الأندية عندما يعني المدرب يخفق في مباراة تكون في المتناول وسهلة ولا يستغل ظروف الفريق المنافس، انا اعتقد انها يعني حقيقة بتكون سلبية بالنسبة للمدرب والإجابة لإدارة المباريات. فلذلك انا اعتقد ان خطوة التعاقد مع غوميز خطوة ان شاء الله موفقة بإذن الله تعالى. ولكن في الجولة الثالثة وهذه المرة أمام النصر، الفريق تقدم بالنتيجة أولاً قبل أن تستقبل شباكة 3 أهداف دفعة واحدة في آخر دقائق المباراة. انفجر النصر مع نهاية المباراة، وبتفاؤل بعودة جوزيه غوميز دخل التعاونيون مباراة الأهلي والمطلب فوز أول. لأن الفريق كالعادة يفشل في الدفاع عن شباكه ويخرج بنقطة التعادل. تأتي الجولة 5 من الدوري والحال لم يتغير، هزيمة جديدة هذه المرة في ديربي بريدة أمام الرائد الذي وصل لمرمى التعاون 5 مرات، ألقت بالتعاون في المركز 15 بنقطتين فقط. طبعا مشكلة التعاون في الأيام الماضية أنه يتقدم ثم يعني في آخر مباراة يعني تنعكس عليه النتيجة، هذا أمر أنا أعتقد أنه طبيعي لأن كانت فترة استعداد سيئة جدا، وهذا من ضمن السلبيات اللي حقيقة لمسها التعاونيون من قدوم الفريق من معسكره الخارجي. بداية الفريق لا تزال محبطة ومخيبة الآمال المدرج التعاوني، نتائج ما توقعناها ومركز متأخر يا مسفر، فهل تتوقع أنه التعاون يقدر ينتشل نفسه ويرجع من جديد للدوري السعودي؟ ليش لا، التعاون فريق يمتلك الخبرة الكافية، وشفنا الموسم الماضي في نهاية الموسم في المركز الرابع.